ثواني بقى يا جماعة، عشان بس في جزئية غاية في الأهمية، وحكوا التعليق طبعا كابتننا الكبار، لأن للأمانة الشديدة زي ما نتكلم على إن لازم يكون في مسؤولية على الإعلامي، الملايين بتتابعه أيا كان مين هو الإعلامي فينا، لازم يكون بيتحلى بالمسؤولية ويكون بيعي أبعاد كلامه. لازم أي إعلامي يعي أبعاد كلامه. مفيش أي مشكلة خالص إن إحنا نختلف في وجهات النظر، مفيش أي مشكلة خالص إن إحنا ننتقد، خلاص مفيش أي مشكلة خالص إن إحنا نقول فلان اتكلم وقال تصريح بطريقة مش حلوة، ونقول لازم التصريح يكون بشكل جيد وبشكل يليق بالنادي وكلام. كل الكلام ده ما عنديش فيه أي مشكلة، لكن عندي مشكلة في حاجة واحدة، وهي حاجة غاية في الأهمية. ما ينفعش أبدا الإعلامي يقوم بدور التهديد والتحريض في رأيي، لأن للأمانة الشديدة وكامل احترامي للجميع، كامل احترامي للجميع، أنا بقول لك أهو، أنا كأمير هشام من وجهة نظري كهربا أخطأ في أسلوب نقل رسالة إمام عاشور بعد تصريحات شيكابالا. انا ما عجب الاسلوب، بالنسبه لي ما كانش فيه الشياكه بتاعه كهربا، ما كانش فيه الجانب اللي يليق بالنادي الاهلي في رايي المتواضع. بحب كهربا جدا على فكره، جدا، بس انا بقول رايي، ده ما فيش اختلاف عليه. لكن برضو غير مقبول بالمره ان يطلع احد الاعلاميين المحسوبين على نادي الزمالك في الاطار الرسمي، تمام، ويقول لك لا تأمن يا كهربا رد فعل الجماهير في الشارع، لا تأمن يا هارب رد فعل الجماهير في الشارع، في واحد متعصب وغاضب، واحد هادي، واحد مؤدب، واحد مش عارف ايه، ما تعرفش مين فيه ممكن يعمل فيك ايه. لا لا، ده احنا كده داخلين في حتة خطيرة جدا. لا، احنا كده بنهرج، احنا كده ما عندناش المسؤولية بتاعت المكان اللي احنا المفروض بنطلع من خلاله كاعلامي. انت في الاول وفي الاخر اعلامي، واي اعلامي هيدخل في حته ان هو بيعمل حساب للجماهير، كامل الاحترام لكل الجماهير بمختلف الانتماءات، انا واحد على المستوى الشخصي بتشتم قد كده من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك، بس في الاول وفي الاخر براعي ضميري قدام المولى عز وجل في نقل المعلومه وفي ان انا اقول راي ممكن يعجب البعض وممكن ما يعجبش البعض، بس بقول الراي بشكل محترم. لكن لازم الاعلام اللي يطلع يتكلم ما يبقاش منتظر ان هو يقول راي في تحريض، تمام، وفي تهديد، لمجرد ان هو منتظر تسقيف من فئه معينه. لا، احنا كده داخلين في مرحله صعبه جدا في الوقت اللي احنا فيه، بنحاول جدا ان احنا نبقى مع مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك في الاتجاه الجيد الرائع اللي كنا بنتمناه، اللي هم ماشيين فيه، ان يكون العلاقه كويسه ما بين اكبر ناديين في مصر. ما يجيش حد على الصعيد الرسمي بيمثل نادي الزمالك ويطلع يشحن الاجواء ويحرض الجماهير، ده عمره ابدا ما هيكون مقبول، ده عمره ابدا ما هيكون مقبول، وعمرنا ابدا ما هنوافق على حاجه زي كده. بمنتهى البساطه، ما ينفعش اقعد انتقد حاجات في اطار البعض بيعملها عشان هي بتشحن الجماهير، اقعد انتقد وفي نفس الوقت انا اصلا بحرض، ازاي؟ من ايه؟ بأني طريقة؟ هو ده أسلوب؟ هو ده إعلام؟ بالمناسبة في البعض من الإعلاميين مش بيشتغل إعلام، أنا بقول لك أهو، في البعض مش بيشتغل إعلام، في البعض بيلعب على جوانب أخرى، ليه سياسة أخرى، في رأيي عند الكثيرين هي غير مقبولة. لكن في نفس الوقت ما كنتش أنا بنتقد كده، وأنا أصلا بعمل اللي أنا بنتقده، بعمل زي اللي انا بنتقده. تاني هرجع واقول، انا من الناس اللي ما عجبنيش اسلوب كهربا في نقله لرساله امام عاشور بعد تصريحات شيكابالا، حته كبير في السن، كبير في السن، قررت كذا مره ما كانتش شيك للامانه، لكن في نفس الوقت هرفض تماما اي تحريض على اي لاعب من الجماهير، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، لان ده لا يصح ولا يجوز، واحنا كده داخلين في طريق ربنا يستر من اخرته. فلازم نزق كلنا في نبذ التعصب والعلاقه المميزه الموجوده بين الجمهورين.